بغيتي القبول، بغيتي انك تكوني دائما مقبولة فيما مشيتي، يكون عندك الزر والميمون وديما تكوني تخطفي القبول ديالك من شهر شعبان، يكون عندك نور على نور، هلال شهر شعبان يكون معاك ويحقق لك كاع الاماني. اذا شهر شعبان التواخر ديالو خير وبركة، لا في الاول ديالو ولا في الاخر ديالو فيه خير وبركة. الناس اللي عندهم مشاكل في الزهر والميمون فيما مشاو تيكونوا غير محظوظين، دائما تيكون عندهم الزهر مقلوب كيما نقولوا حنا، لا زهر لا ميمون، دائما عندهم عندهم المشاكل. السلام حبايبي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. بغيتكم كاملين تصليوا على الحبيب، عواشركم مبروكة وكل عام وانتم بخير. اذا الوصفة ديالي هي في المقدمة قبول القرعة اللي غادي يبقى عندك من العام حتى العام، زهرك وميمونك بغيتو يتغير ان شاء الله، بحول الله، بقدر الله، بقوة الله اللي غادي تحطي والقراءة اللي غادي تحطي، غادي فيما مشيتي غيكون عندك الزهر والميمون. اذا بقاو معايا وخليوا لايك ودعموا القناة وفعلوا الجرس باش دائما يكون عندكم الجديد في قناة الشفية المغربية. اذا ناخذ واحد القنينة بحال هكا محكمة الغلق، وغادي نحضروا المكونات، نقدروا يكونوا عندنا في البيت، نقدروا نشريوهم 5 دراهم يجمع لك كل المكونات. اذا الوصفة ديال القبول كلها ب5 دراهم اللي تقدري تخسري عليها مال غالي، وما يطلعش لك بحال هذا اللي غتخدمي بيدك وعارفه اشنو غادي ديري فيه ان شاء الله. اذا الناس اللي ما عندهمش قبول غادي يحضروا واحد القنينه، غادي يغسلوها مزيان، غادي يغسلوها مزيان ويرشوها بماء الورد، يغسلوها ويديروا فيها ماء الورد ويمسحوها مزيان، يخليوها على حسب هاد الليله او في تواخر شهر شعبان او حتى في رمضان. لابد انك ديري هاد الوصفات، تستحقها ديريها لانها رائعه واكثر من رائعه. اذا الوصفه اللي غادي نحتاجو هما المكونات، ساهلين ماهلين، يقدروا يكونوا عندك غير في البيت، اذا كانوا عندك في البيت تقدري ديريهم عادي جدا. اذا اوراق الغار غادي نحتاج تكتبي فيها سميتك، ورقه واحده. عندنا الورد البلدي او الورد اللي تيكون عند العطار، عندنا الخزامه، عندنا القرفه، الحنه، اوراق، صافي هادشي اللي في المكونات، والريحه ديالك او الماء الزهر او الماء الورد. اذا بغينا نحيدو هذاك النحس اللي عندنا في البيت. اذا غادي تكتبي اسمك بقلم احمر، انا كتبت لكم بلون اسود باش يبان لكم، ولكن نتوما كتبوا الاسم ديالك واسم الام ديالك، وغادي ان شاء الله على نيه القبول تكوني دائما ناويه غير انك تجلبي الحظ ديالك وتكون عندك واحد الطاقه نورانيه وتكون عندك قبول تاخديه بطاقه العشوب وطاقه اللي غادي تقراي عليها ان شاء الله. اول حاجه اسم لمياء غادي نحطوه هنا، غادي نديروا قطعة قرفة أو جوج، نديرو جوج، غادي نديرو شوية الحنة، شوية الحنة بحال هكا، حنة وراق، والورد، الورد 3 وردات، الخزامة، الخزامة اللي غادي نديرو واحد الكمية قليلة بحال هكا مع الورد، الورد 3 او بدون عدد، الورد اللي غادي نديروه مع الاسم ديالك، مع الاسم ديالك، وغادي نخوي عليه ماء الورد. اسمك واسم الام ديالك، الا عندك شخص معين بغيتي للقبول غادي ديري سميتو حتى هو معاك. اذا نعمر عليها، غادي ندير واحد المعلقه ديال العسل، معلقه ديال العسل بحال هكا، معلقه صغيره ديال العسل بحال هكا. الاسم ديالك بغيناه يسطح وبغيناه يكون فيك، يكون عندك قبول، يكون عندك قبول. اذا بغينا القبول ديال القرعه يكون عندك فعلا. هانتوما درت الاسم ديالك، هود لتحت، ولكن المكونات طلعوا مع العسل بحال هكا،
وغادي نقرب الفم ديالي القنينة وغادي نقرأ عليهم هذه القراءة. أول حاجة غادي نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة، وغادي نصلي على سيد الخلق 19 مرة، وغادي نقرأ البسملة الشريفة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله 19 مرة، وغادي نقرأ هذه الآيات، هذه الآيات لجلب الحظ. وألقي لا قدرتي تقرايها بعدد السنين ديالك مزيان، إذا كانت عندك 20 عام قرايها 20 مرة. وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني. إذا كان عندك شخص معين تقولي وألقيت عليك محبة مني يا فلان ولد فلانة. إذا عندك مشاكل مع الناس وألقيت عليك محبة مني يا أولاد آدم ولد حواء. اللهم اجلب لي الخير كله والسعد كله واجلب لي الحظ كله بحق هذه الآية الشريفة وما فيها من أسرار. أن تمدني بقوة، تمدني بنور على نور، تمدني قبول مع الناس. وانتي تقولي هذاك الشيء اللي بغيتي، اللهم مدني بقبول مع اولاد ادم وولاد حواء. وغادي نضيف واحد الايه لتحيي الروح ديالك وتحيي حياتك وتحيي اي حاجه. هذه الايه من اروع الايات في جلب القبول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس 7 مرات. وغادي نقرا 3 مرات هذه الايه الاخرى اللي غادي تكملي 3 ايات رائعين. وعقلي على العدد وكتبوا العدد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. وغادي نهز هاد القنينه، غادي نفت فيها 3 نفتات، وغادي نقول هذاك الشيء اللي بغيت، زواج، قبول، تسريح، أي حاجة بغيتي. اللهم اجعلني في عيون الناس مقبولة، اللهم اجعلني مقبولة مع الناس، مع أولاد آدم وأولاد حواء أو مع نساء ورجال. وغادي نسدها بحال هكا، غادي نسدها بحال هكا، وغادي خاصني نحركها. وأنا تنقول حركت ظهري وحركت ولاد آدم ولاد حواء يكونوا يبغيوني. وغادي ديري هكا، تبقاي تحركي وتقول حرك زهري مع اولاد ادم ولاد حواء، حرك زهري مع اولاد ادم ولاد حواء او نساء ورجال او مع شخص معين، حرك زهري مع اولاد ادم ولاد حواء او مع فلان ولد فلانه، حرك زهري بحال هكا. غادي تاخدي واحد منديل ابيض تكون محكمة الغلقة، تكون محكمة الغلق، سديها مزيان بحال هكا، تسديها مزيان. وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي نحاول أنني نخليها في البلاكار بابي ألمنيوم، ندير لها بابي ألمنيوم ونخليها في البلاكار ديالي في مكان بعيد عن عيون الناس ما يشوفها حتى حد. غادي كل مرة نحاول أنني نحرك ظهري ونحرك زهري مع ولاد الناس. غادي نخليها ولو تبقى مدة عام، ولو تبقى الوقت اللي تبغي تغيريها انت غادي تحيديها، ولكن غتلوحيها في مكان عاشب، تلوحيها في مكان عاشب، لان فيها ان كاين الناس اللي بغاو يديروا الصور، يديروا الصور. لكن عندك حبيب او خطيب او زوج تحطي الصورة ديالك وديالو وديري وسطهم العسل وتحطيهم على اساس انك بغيتي القبول مع داك الشخص. تقدري ديري مع الناس كاملين او ديري مع الشخص المعين، ولا يكون ما عندكش الزهر بغيتي داك الشخص يكون معك بالقبول تحطيه. اذا احبابي الى عجبتكم الوصفه خليوا لي لايك، دعموا القناه، فعلوا الجرس، تابوناو بحول الله وقوته. وقتاش غادي ديروها؟ ان شاء الله ديروها اما مع الظهر واما مع العصر واما مع الفجر. هذه الوصفه رائعه. كاين الناس اللي يقولك ما عنديش الوقت، ديريها من مورا العشاء. اذا احبابي حطيت لكم التفاصيل كامله، حاولوا ديروها في شعبان، راه زوينه واكثر من رائعه. اذا احبابي الى اللقاء والى وصفه اخرى.